تفاصيل أكثر من باريس. ينضم إلينا الكاتب والصحفي الأستاذ طارق وهبي. أستاذ طارق وهبي، أهلا بك في قناة المملكة. عندما نتحدث عن لربما تعليق الكرملين الروسي بأنه الناتو يواجه صعوبات في تقييم التطورات بشكل موضوعي، طيب ما هي الموضوعية التي يقصدها الكرملين، وإلى أي مدى وحد يمكن أن يصل بوتين؟ مساء الخير يا سيدتي، وشكرا للاستضافة وتحية لك ولمشاهدين الكرام. سيدتي، نحن أمام ما يسمى كر وفر ما بين الرئيس بوتين والغرب، وبالتحديد أوروبا من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. الآن موضوع الثقة لا يزال عالقا بين أوروبا وبين روسيا، ولكن لا توجد ثقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا، وهذا بعد ما سلم وزير الخارجية الأمريكي الورقة التي طلبتها روسيا كإجابة على كل الأسئلة التي طرحتها سابقا. نحن أمام معضلة، وهذه المعضلة تتطلب تنازل من كلا الطرفين، وأنا باعتقادي حتى اللحظة هناك تصعيد، وهذا التصعيد سيظل قائما لطالما طالب الرئيس بوتين بالتحديد أن أوكرانيا لن تكون عضوا بالناتو. نعم، نتحدث عن الناتو وأيضا الدعم الأوروبي لربما بالدفاعات وغيرها عسكريا، تم دعم أوكرانيا من قبل التحالف الأوروبي، كيف تفسر ذلك؟ يعني هذا موضوع له علاقة بكيفية استقطاب الدول التي خرجت من المعسكر السوفيتي، وإلى أي مرحلة تستطيع هذه الدول أن تكون حليفة للمعسكر الغربي. يعني عندما نرى كيف فعلت دول البلطيق بدخولها إلى الناتو، بالتحديد إستونيا، كيف تفعل رومانيا، كيف تفعل بولونيا في هذا الموضوع، الكل يريد حقيقة استقطاب القادة الأوكرانيين الذين للأسف الشديد يا سيدتي، وأنا أعتقد أنهم ليسوا يعني جديرين في هذه المرحلة بما نسميه العراك السياسي أمام بوتين وغير بوتين، لأن للأسف الشديد السياسيين في أوكرانيا غير قادرين أن يقوموا بسياسة داخلية تستطيع أن تنهض بسيادة أوكرانيا، إنما هم يستمعون للأسف الشديد للدياسبورا الأوكرانية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، وهؤلاء هم من يقرروا للأسف بعض التصرفات التي لها علاقة إن كان بوزير الخارجية الأوكراني وحتى بالرئيس الأوكراني. زد على ذلك أنه لا تستطيع أوكرانيا حتى ولو وضع عندها صواريخ نووية أن تستعمل هذه الصواريخ لطالما روسيا تعرف جيدا أين هي مواقع الضعف داخل هذه الدولة، وهذا ما نفسره بالتحرك الروسي لربما حول أوكرانيا من الشمال والشرق والجنوب. لكن مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية قالوا أن هناك لربما تحليق طائرات روسية وأمريكية على مقربة أو مسافة مقربة وخطيرة عسكريا بينهما، كيف يمكن أن نفهم هذا التحرك؟ هل فعلا الأمور تتجه إلى بداية التصعيد الروسي الأمريكي بمغبة وبذريعة أوكرانيا؟ سيدتي، البحر الأسود هو مجال جوي وبحري، يعني لا نزال نسمع كل أسبوع التقاء طائرات أو بواخر إن كانت أمريكية أو روسية. زد على ذلك أن كل هذه التدريبات التي تقوم فيها الولايات المتحدة الأمريكية وحتى روسيا واضحة للعيان أنها تحديات عسكرية من كلا الطرفين لإظهار نوع من كيفية السيطرة على مواقع معينة إن كان بحرية أو كان جوية. زد على ذلك أن أوكرانيا بحاجة لهذا الدعم المعنوي العسكري بين قوسين، لأن أوكرانيا لم ترد هذه الحرب، لقد وضعت أمامها أولا بالجمهوريتين اللتين أرادتا الانفصال في الدنباس، والتدخل السافر الذي أرادته روسيا للدفاع عن ما يسمى الأقلية الروسية الأوكرانية، وهذا جعل كل هذا الموضوع يصل إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل بالمفهوم العسكري، وعلما
أن عندما نسمع ما يقوله الرئيس بايدن وحتى وزير خارجيته بالقول أنهم لا يريدوا التدخل، ولكن هم يتدخلوا بمفهوم خارج الإطار الجغرافي لأوكرانيا لكي يدعموا معنويا الأوكران بأنهم موجودون في أي يعني حراك عسكري قد يحصل. نعم، يعني دكتور طارق وهبي، وصلنا قبل قليل بأنه الرئيس الأمريكي بايدن وأيضا المستشار الألماني شولتس يطالب روسيا باتخاذ خطوات حقيقية لخفض التصعيد، وحتى أنه الرئيس بايدن بالأمس لوح بورقة النورد ستريم 2، وهي اتفاقية أصلا ما بين روسيا وألمانيا. إلى أي حد يمكن أن تصل الولايات المتحدة الأمريكية بأوراقها الضاغطة؟ وإلى أي حد يمكن أن يصل بوتين بالرد على هذه الأوراق الضاغطة؟ سيدتي، الخاسر الأكبر لو حصلت هذه الحرب هي أوروبا. أوروبا تدفع الثمن غاليا. تحدثت حضرتك عن نورد ستريم 1 وهو خط الغاز القادم من روسيا إلى ألمانيا. هذا الخط يعطي أكثر من 40% من الطاقة يعني الغاز إلى ألمانيا، والرئيس بوتين كان ساخرا في مؤتمره الصحفي أمام المستشار الألماني عندما قال: أتريدون أن تشتروا الغاز أرخص من الغاز الروسي؟ فاذهبوا. وهذا ما يسعى إليه الرئيس بايدن لتعويض هذه الخسارة بالطلب من دولة قطر وأيضا من الشركات الأمريكية وأيضا من شركات أوروبية وحتى الجزائر بضخ أو استخدام الغاز الذي برأيي سيكون غاليا على يعني الفرد الألماني. أكثر من ذلك، هناك ضغط قوي بهبوط بعض أسهم البورصات الأوروبية بخوفها من الحرب، وارتفاع يعني قوي جدا بسعر اللتر للبنزين. مثلا في فرنسا 1.9 يورو سعر لتر البنزين بعد هذه الأزمة. إذا عندما نرى أن الموضوع الاقتصادي الرئيس بوتين يسيطر عليه تماما، ولكنه يعرف جيدا أن العقوبات التي قد تأتي خلف هذا الموضوع ستكون أيضا قاتلة لروسيا، وبالتحديد موضوع السويفت، أي وقف العمليات المالية الدخول والخروج للتحويلات المصرفية، وهذا سيكون فعلا ضربة غير سهلة على روسيا. نعم، من باريس الكاتب والصحفي طارق وهبي، شكرا جزيلا لك.